فضيلة الشيخ وفقكم الله، المفاضلة في مسألة الزواج أليست هي الدين والخلق؟ فمن أين أتت المفاضلة بغيرهما؟ إيش؟ يقول المفاضلة في الزواج من الناحية الشرعية أليست هي من ناحية الدين والخلق؟ الكفاءة، ما هي المفاضلة، الكفاءة، الكفاءة في المنصب والكفاءة في النسب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.